ودلوقتي كمان فقره اخبار سريعه، واول خبر معانا عن دنيا سمير غانم اللي هترجع للسينما من تاني، والفيلم هيكون من انتاج هشام جمال، لكن لسه ما تحددش الفيلم هيكون اسمه ايه. السوبر ستار سلافة وخيرجي خلصت تصوير مسلسلها خط ساخن اللي طبعا بيشاركها في البطوله النجم الكبير حسين فهمي. النجم عمرو عبد الجليل خلص تصوير فيلمه الجديد سوق الجمعه، واللي عرفناه ان الفيلم هينزل في عيد الاضحى المبارك. النجم احمد بدير اعلن ان مسرحيته فرصه سعيده هتتعرض في اسكندريه في نص اغسطس الجاي. المطرب الكبير ايمان البحر درويش هيرجع لخشبه المسرح من تاني، مسرحيه اسمها مكتوب لي اغني لك، مسرحيه هتتعرض على مسرح البالون. قصه حب بين هنا الزاهد واحمد حاتم، ده فيلمهم الجديد واللي بداوا خلاص التصوير، والفيلم من اخراج عثمان ابو لبن. يا ترى ايه اخر اخبار سامو زين؟ سامو زين خلص تسجيل اغاني البومه الجديد اللي هينزل الصيف ده. الموزع نادر حمدي قال لنا ان الهضبه عمرو دياب هينزل الالبوم الجديد الصيف ده، وكمان مش بس كده، الالبوم هيكون فيه مفاجآت كتيره جدا. النجم الكبير محمود حماده ونقيب الفنانين الفنان اشرف زكي حضروا مسرحيه كوميديا البؤساء لرانا سماحه.